تذكرون لما قلت لكم على مجموعة أدوات الإطعام اللي راح تجمعونها؟ خليني أقولكم ليش. وايد بتستاهل قيمته، خاصة بأول مراحل الإطعام. يلا جاهزين؟ الحين قاعدة أتكلم عن وعاء أكل وايد متحمسة له، دايماً أخذها بشنطتي. بس لحظة، يا ناس رحموا بحالي، والله من أحسن المنتجات اللي مستعملتها يطبخ الأكل بالبخار، يخلط الأكل. يلا جاهزين؟ هذا أول فيديو لي بالعربي، يعني شوية شوي علي وإن شاء الله يعجبكم، بس يعني بليز ارحموا علي. مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ وحياكم بقناتي. اليوم الفيديو اللي راح اصوره وايد متحمسة له بسببين. اول سبب لاني راح اتكلم عن موضوع الاطعام او اكل الاطفال، وانتو تدرون انا شكثر احب اتكلم عن هالموضوع، وانتو كمان شكثر تحبون تسمعون عليه. والسبب الثاني ان هذا الفيديو برعاية محل وايد احبه ومفضل لي، يعني صج كل ما احتاج شيء حق الاطفال اروح لهالمحل والاقي كل شيء احتاجه، بالذات لما اكتشفت اني كنت حامل بولدي الكبير، دشيت هالمحل شريت كل الاغراض البيبي وما احتاجيت اروح محل ثاني، وهالمحل اسمه Mother Care. فمثل ما قلت لكم هذا الفيديو برعاية Mother Care، يعني كل الادوات والمنتجات اللي راح اوري لكم اياها اليوم اللي انتم محتاجينها حق الاطعام واكل الاطفال راح تلاقونها بهالمحل. وهذا الفيديو كان وايد سهل تسجيله لانه ببساطة انا راح اوري لكم الشغلات اللي استعملها والادوات بس احضر وجبات اطفالي، وهي كلها من Mother Care. فأتمنى أنكم تستمتعون بهالفيديو، وإذا للحين ما مسوين سبسكرايب لقناتي أترجاكم بليز سووا سبسكرايب علشان تشوفون فيديوهات من ماما أنيسة. أول وأهم منتج لأطعام الأطفال اللي راح أتكلم عنه اليوم هو محضر الأكل من فيليبس أفنت. هذا الجهاز يطبخ الأكل بالبخار ويخلط الأكل ويذوبه ويعيد تسخينه كله بجهاز واحد، يجي معاه شرح مفصل على طريقة استخدامه. أنا محضرة وايد أكلات مغذية وشهية حق أماية، وهي الحين بالمرحلة الثانية من الإطعام، فيعني مو لازم تاكل أكل وايد ناعم ومخلوط، هي تقدر تاكل أكل شوي يابس، والفيليبس أفنت يقدر يساعدك بهالمرحلة. وايد حبيت هذا الكتيب الصغير اللي يجي معاه، وهو عبارة عن أفكار ووصفات حق كل مرحلة الإطعام. فمثل ما قلت لكم وايد سهل استعماله، ما ياخذ مساحة كبيرة بالمطبخ، واهم شيء الشيء المميز فيه اللي وايد احبه انكم تقدرون تخلطون اللحوم والخضرة مع بعض وتجهز لكم وجبة كاملة. فاكيد هذا المنتج من فيليبس أفنت راح يكون على قائمة المنتجات اللي راح تحتاجينها حق الاطعام. والمنتج الثاني اللي راح اتكلم عنه اليوم هو الكرسي العالي من Mother Care واللي اسمه الابل هاي تشير. هذا الكرسي وايد مستاهل قيمته، كل ما افكر احط أماية بكرسي تكون هي مرتاحة فيه وعملي افكر بالابل هاي تشير، وترى وايد سهل التنظيف، يعني انتو تعرفون الفوضى اللي يسببونها العيال بس ياكلون، فالاكل راح يكون بكل مكان على وجوههم على الكرسي على الارض حتى احيانا على الحيط، فتبون شيء يكون عملي وسهل التنظيف. وهذا الكرسي وايد مناسب لانه مبطن وفيه حزام تحطين على الطفل علشان تتأكدين انه هو بامان. والمنتج الثاني اللي أبي أكلمكم عنه هو وعاء الإطعام للمرحلة الأولى من Brother Max.
بس لحظة، يعني أيام قبل كنت متحمسة أتكلم عن الفاشن والملابس والميك اب، الحين قاعدة أتكلم عن وعاء أكل. بس والله من أحسن المنتجات اللي مستعملتها حق الأطعام، وخليني أقولكم ليش. ترى فكرته وايد ذكية، يعني تقدرين تحضرين الأكل وتحطين الأكل فيه، تخزنيه بالثلاجة أو تجمديه في الفريزر، وبعدين بس تبين تستعمليه تطلعين هالوعاء وتحطينه بالمايكروويف أو تاخذيه معك بالشنطة. والشيء الحلو إنه تقدرين تصقيهم ببعض علشان بس تخزنينهم، ما ياخذون مساحة وايد بالفريزر أو بالثلاجة ويكونون مرتبين. كنت أتمنى لو اكتشفت هذا المنتج من زمان مع ولدي الكبير، لأنه الحين قاعد استعمله كل يوم مع أمايا. والمنتجات اللي راح أكلمكم عنها الحين هي أدوات الإطعام، وصدقوني بس بدون مرحلة الإطعام راح تكون عندكم مجموعة كبيرة من هالأدوات. والشيء الحلو إنه ماذر كير عندهم ماركة وايد أحبها اسمها مانشكن، ومانشكن معروفين إن كل منتجاتهم BPA free وما فيها مواد مضرة، وهذا على فكرة شيء وايد مهم لي. وفيكم كمان تحطونها بغسالة الصحون أو تعقموهم بكل سهولة. وفي مجموعة معينة من المنتجات اللي ودي أشارككم فيها، وأول شيء هي أوعية اللوف من مانشكن، وهذه الأوعية تمنع التسرب، مقاومة للكسر، ووايد سهل استعمالهم. تذكرون لما قلت لكم على مجموعة أدوات الإطعام اللي راح تجمعونها؟ هذا جزء بسيط من الملاعق اللي ببيتنا. معروفين ملاعق مانشكن على نعومتهم ومرونتهم على اللثة، خاصة بأول مراحل الإطعام. والشيء الثاني إنه التصميم مالتهم وايد حلو وألوانهم تشوق. وهذه بالذات وايد زينة، تقدرين تقيسين درجة حرارة الأكل قبل ما توكلين البيبي، مجرد ما إنه تحطينها بالأكل، وإذا صار لونها أبيض معناتها درجة حرارة الأكل زاد من 43 درجة. واخر شيء راح اتكلم عنه الاكواب او السيبي كابس، هذه اكيد راح تكون على قائمه الشغلات اللي انت محتاجتها حق اول مرحله الاطعام. كل ما اعطي وجبه لامايا لازم اعطيها كوب في مي، وانا جربت كل الماركات يعني مع ولدي الكبير ومع امايا، والاثنين فضلوا المذر كير كوب السيبي كاب، وهو على فكرة ماركة مذر كير. وما اعرف يمكن لانه طريقة الشرب او شلون يعني يمسكون في الكوب، بس يعني اكيد هذا هو كوبها المفضل. وأنا دايماً أخذها بشنطتي، والمميز فيها أنه حتى لو تنقلب أو تطيح ما ينزل منها مي. وصلنا نهاية الفيديو، شكراً لمشاهدتكم، شكراً ماذر كير لرعاية هذا الفيديو. أنا وايد استمتعت بتصويره وحبيت أنه أوريكم كل منتجاتي المفضلة من ماذر كير لأول مرحلة الإطعام. أتمنى أن أعجبكم، سووا لي لايك وقولوا لي شنو أحلى شيء شفتوه بالفيديو اليوم. يلا نشوفكم بالفيديو اللي جاي. باي، مع السلامة، باي. للأغراض هاد يطبخ الأكل بالبخار، يخلط الأكل، يذوبه زادت لون الأكل. أنا سرح مبحالي ترن تن تن تررررن.